لا يوجد دليل على تحديد الربح، بل الربح جائز ولو كان 100%. الدليل يدل على ذلك، وقد مر معنا في الدرس حديث عروة ابن المضرس رضي الله عنه عندما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم دينارا ليشتري له شاة، فاشترى شاتين بدينار، يعني كل شاة بكم؟ بنصف دينار، وباع إحداهما بدينار، يعني كم ربح؟ نصف دينار، 100%. ولم ينكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يشترط لهذا ألا يكون في الربح غبن لمسلم. فإن كان للسلعة ثمن في السوق، قيمة في السوق، فلا يجوز أن يبيعها بأغلى من قيمتها بزيادة فاحشة غبنا للمسلم. أما إذا كانت السلعة حرة أو تباع بالمزاد من غير نجش، فيجوز للإنسان أن يربح فيها ما شاء على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كان المحمود في البيع السماحة، فالسماحة من البائع محمودة، والسماحة من المشتري محمودة.